سهر بشري خرات انا كمديرة كجريدة هانجرز واحنا اللي ننظم كل عام التظاهرة هذه اللي تخوفي كدي فام كونتربرونور مع الفونداسيون فريدريك ناومن ومع لي بارتنير سبونسور نتاعنا اللي هما الفكرة اللي فما معناها نعملوا ان ابيل ا كانديداتور نبعثوه والنساء يشاركوا ويبعثوا يعمروا استمارة ومن بعد يقع معناها لجنة تحكيم هي اللي تختار حسب المعايير والمعايير هذه هما القدرة في التجديد l'innovation, قداش يخدم المشروع من عبد, l'impact social, الجانب الاجتماعي, ديمومة المشروع, والأثر على المناخ, l'impact على l'environnement. السنة جاوبونا 82 باعثة مشاريع شاركت معنا, اللي قعدوا في الفاس الأخرانية سامحني متاع البيتشينج 32 في 7 قطاعات اللي هما الصناعة والفلاحة والصناعات التقليدية والخدمات والتكنولوجيا والثقافة والتجديد. أعطينا ان بري دو لينوفاسيون خاطر يافي ان بري كي تي اك تري انوفون فان يافي دي بروجي لي تي اك تري انوفون و كلجنة التحكيم يكون فيها بيان سور من البنك بنك جي يكون فيها دي كوتش يكون فيها الناس اللي تعمل في لابوي للانتربرونيا ومن كل فوالا فاريي ومن كل من كل معناها في قطاع واحدة باش تربح باعة مشاريع هي اللي باش تربح في القطاع هذاك. وكما قالت زميلتي لا سيزيام ايديسيون هذيا اك الدوره اك السادسه وقع بعث ان كلوب ان دي فام اك انتربرونور. احنا نخدموا برشا على لو نتوركينغ معناها باش هما باش نخلقوا لهم اك فرص نتاع خلق مشاريع باش يعملوا بزنس مع بعضهم فهمت. دونك هذا هو توا اللي اك نخدموا عليه فهمت. هو بالاول توا سي ان جروب فما اون بارتي سي ان جروب ديجيتال بعد نخدموا على اون بلاتفورم وفما اون بارتي اللي هي فيزيك اللي نعملوا دي زيفينمون دي زيفينمون كل شهر كل شهرين مع باش نجمعوا لي فام انتربرونور هذوما ومع لي بارتنير نتاعنا اللي هما معناها لي سبونسور نتاعنا اللي هما يشاركونا ويمكنونا باش نعملوا التظاهره هذيا. Merci de divulguer le nom de l'heureuse élue qui sera, bon, c'est toujours difficile de distinguer, comme le disait tout à l'heure Sahar, c'est extrêmement difficile de distinguer entre les six, mais il fallait qu'on fasse un choix. Et la gagnante, c'est Salim Azaoui, en artiste de Celtica. Félicitations, quelle histoire à succès, quelle belle histoire vous avez écrit là, à Celtica depuis 2016, que ce rêve a commencé à prendre forme jusqu'à nos jours. Depuis qu'elle a vendu ses meubles, sa voiture pour réaliser son rêve, bravo. سليمة زويلي صاحبة مشروع أسيبتيكا لاب voilà, spécialisée dans le dermocosmétique ou la production de produits naturels. Voilà. هذول التضحيات باش تبدا البروجي الساعة نتاعك ما مشيتش هكاكا
تبعت كرهبتك والكل، لكن التحدي خليك معني في سادس سيسيون متاع تتويج نساء صاحبات الأعمال تخولي دو بخي، البخي متاع أفضل صاحبة أعمال لسنة 2021 وأيضا البخي متاع الاختصاص متاعك أنت. يظهر لي تضحية هذا ميساج اللي بتعطيه لأي جون انتربرونور اللي تحب تحل البروجي يزمها تصدم. Effectivement. En fait, je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. J'ai abandonné le travail justement pour que je puisse faire le travail que j'ai fait. Je suis en train de faire le travail. Donc, la chose que je veux dire, c'est qu'il faut foncer. Je suis vraiment. Je suis en train de parler arabe de Tunisie. Nous sommes en train de faire ça. حتى كان تحت المرة الأولى نجم معناتها تعاود تقوم وهذاك شيء نتعلمه منه باش نكونوا أقوى وكهو تو سامبلومون. يقول لي دو بخي أكثر ريسبونسابيليتي أنه تكبر الانتربريز هذايا تكبر من حيث الإكسبور للبرا أكثر دي بي وكل شيء، ولكن أيضا أنك تكون فاعلة في أنك تحل أكثر مواطن شغل يظهر لي من الإفكتيف اللي عندك ذوي. Exactement, هذه كانت موتيفاسيون من نهار الاول ان نشغلوا ابار لو فيت اللي حابين نثمنوا الثروات نتاعنا التونسيه اللي نهزوا فيهم البرا يبدلوا هما فيهم يرجعوهم لنا باغلى الاسوام وكل شيء، هذه حاجه معناتها التشغيل كان معناتها مهم جدا لنا احنا ان نشغلوا توينسا ونسي توينسا زاده خاطر اليد العامله عندنا توا في الشركه 80% نسي. دونك فوالا هذا فخر لينا معناتها نثمنوا الثروات التونسيه ونثمنوا زاده المراه التونسيه.